هذا الشوط الكبير، شوط الكأس وشوط المليون. ينطلق شوط الإبكار، ينطلق شوط الإنتاج، ينطلق شوط المحليات على الخير والبركة والمحبة، سائلين التوفيق والسداد والصلاح والنجاح للجميع، لكافة المقاتلات الحاضرات اللامعة في هذا الشوط الكبير. مباشرة مع تعداد الأسماء الأولى، مباشرة مع بشاير الخير، بشاير مع المركز الأول، سعيد بن سيف بن مبارك الكتبي مع مقدمة الأسماء، ويا لها من مداخلة قوية. المركز الثاني، الوصول من غازية، أحمد بن علي بن محمد بن واس الكتبي مع المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث، الله الله، كواكب مع المركز الثالث تحمل هذه الطيارة الحربية، طيارة اليبهوني على ظهر هذا الراكب الآلي الذي يفخر بمرافقة هذا الشعار الكبير. هذه هي من تحلق كواكب للسيد مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري. يا لها من قوة ويا له من حضور، بينما الزوايا الأخرى، بينما الشعارات الأخرى، بينما الشعارات القوية الآتية والمشاكسة والداخلة بكل قوة باحثة عن التحدي. الغزيلة، الغزيلة، يوعان بن سعيد بن قطامي العامري، والشعار الملكي، الشعار الملكي، الشعار الملكي الذي يشق طريقه ويبحث عن رمز غالي، يبحث عن المركز الأول، يبحث عن الناموس. إنها حشيمة، إنها حشيمة، إنه بن ضبيعة. يا سلام يا بن ضبيعة، يا سلام، سالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي، شعار يعرف الرموز. بينما دخول، دخول أيها الأخوة، وتغييرات سريعة. الله يا الغزيلة، الله يا الأسماء، الله يا الشعارات. الغزيل محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري مع الغزيل. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نقطة وسطر وعودة إلى قمة الهرم، عودة إلى المركز الأول، عودة إلى السيادة، عودة إلى الريادة، عودة إلى القمة، عودة إلى من تقود هذه الأسماء. الله 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 الله، ها هنا بشاير، بشاير يا بشاير، بشرى الخير، بشرى السعادة، بشرى النواميس. بشاير مع المركز الأول، سعيد وانت سعيد، سعيد بن سيف بن مبارك الكتبي مع المركز الأول. يالله يا بالغويث، يالله يا بالغويث، ابدع وامتع وحلق مع الناموس، حلق مع الذهب، حلق مع المليون، حلق مع الناموس. المركز الثاني، المركز الثاني، كواكب، كواكب تتلالى، كواكب ساطعة، كواكب داخلة بكل قوة بهذه الخطوات. الله الله الله، مبارك بن سهيل اليبهوني الظاهري. الدور دور المركز الثالث، يا الغزيلة، الغزيلة، يوعان بن سعيد بن قطامي العامري مع المركز الآن الثالث. المركز الرابع، الغزيل أيضا، محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري، شوط غزلاني وشوط ضبا وأريام. بينما القوة والانطلاقة، كاس، كاس، كاس غالي ينتظر سعيد الحظ، كاس غالي، بالإضافة، بالإضافة إلى مليون درهم، بالإضافة إلى التهاني، بالإضافة إلى الصعود إلى منصات التتويج، بالإضافة إلى التسعير. ياهو فخر، ياهو فوز، ياهو انتصار، عودة وإقلاع مع هذه المقلعة، مع بشاير، بشاير الكيل، المتر النهائي، كيلو ما بعد كيلو. يا اخوان افتحوا الأجهزة وجهزوهن، جهزوهن، صاحبة الإنجازات وجار ثاني مع الكاس، يا سلام، مع الرمز. وهذه هي تحلق وتحلق أيها الأخوة. شوفوا المركز الثاني، شوفوا القدوم من الغزيل بعد ما ناخذ اللي هي بشاير، سعيد بن سيف بن مبارك، يا سلام الكتبي. ولكن وصلت الغزيل، وصلت الغزيل، وصلت الغزيل، ما شاء الله، محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري، والوصول من المركز الثالث جبارة، منصور بن سالم بن هيه، يا بن هيه، وكذلك الوصول ايضا من مغثة، عيسى بن سعيد، عيسى بن سعيد، يا سلام يا الخيالي. التاريخ يتحدث، التاريخ يتحدث، تغيير
التغيير، اقلاع اقلاع ايها الاخوة، ما شاء الله جبارة. منصور بسالم بن هي العامري، العامري العامري يا بعدي العامري، يا سلام يا سلام، جبارة جبارة. والمركز الثاني مغثة مغثة، حان موعد الاقلاع، طارت الطيور، كاس كاس، سلام وتحية واحترام، سلام العامري، سلام سلام، جبارة جبارة جبارة. منصور وانت منصور، منصور وانت منصور، زاخر ارض المفاخر، زاخر ارض السلامات، زاخر ارض الذهب، ما شاء الله. هذه هي هذه هي جبارة. منصور بسالم بن هيا العامري مع المركز الاول، وفي المركز الثاني، المركز الثاني مغثة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي، وفي المركز الثالث الغزيل محمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري، وفي المركز الرابع بشاير سعيد بن سيف بن مبارك الكتبي، وفي المركز الخامس الغزيلة يعان بسعيد بن قطامي العامري. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، المركز الأول وتوقيت جبار، منصور بن سالم بن هي العامري، الشوط الذي انطلق ما شاء الله، والتوقيت سريعا هذا هو عبر الشاشات الناقلة، 7 دقائق من هذه الرحلة الـ5 كيلومترات، 7 دقائق مشاهدينا متابعينا الأعزاء، 20 وفاء وتماما وكمالا. سلام جبار، السلام منصور بن سالم بن هي العامري، والمركز الثاني كان حضورا لمغثة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي، والتوقيت الزمني 7 دقائق مشاهدينا الأعزاء، 21 وجزئين من الثواني. السلام يا أبو سلطان، سلام سلام مع التحدي والإثارة. بينما المركز الثالث، المركز الثالث كانت الغزيل ومحمد بن عبد الله بن بدر بن سعيد العامري، وتوقيت الزمني 7 دقائق 27 23 وفاء وتماما وكمالا. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساكم جميعا بكل خير، نحييكم أجمل وأطيب تحية من أرضية عاصمة الميادين ميدان الوثبة، في مساء الكؤوس، في مساء البنات.